هتاخد كلمة دلوقتي. الغرفة يمكن فيها محاور كتير بتشتغل عليها، من أهم المحاور دي اللي احنا بنشتغل عليها محور تنمية وتطوير قدرات الشركات الأعضاء معانا في الغرفة. رئيس المحور ده في الغرفة المهندس خالد مرسي هيكلمنا عن المحور وعن الأد فاليو اللي احنا عايزينها نعملها. مساء الخير. الحقيقة أنا سعيد جدا أن أنا معاكم النهاردة، وبرضو أنا يشرفني جدا أن أنا أكون مسؤول عن محور الكاباسيتي بيلدينج في الغرفة من مجلس الإدارة. الحقيقة في الكاباسيتي بيلدينج إحنا بنركز جدا على إيه اللي يفيد الشركات في اتجاه البيزنس، ومنها وصلنا أننا أنشأنا اللي هي البيزنس أكاديمي. إحنا ما ابتديناها من على مدار الثلاث سنين اللي فاتت، كنا ابتدينا بتراك الديجيتال ماركتينج، وبعد كده اتجهنا للسيلز اكاديمي. الحقيقه مش الهدف اننا كان اننا نعمل تريننج، الهدف اننا كان نعمل كوتشنج او يبقى اون ذا جوب تريننج. فاحنا سواء في الديجيتال ماركتنج لما بقى ضمن التريننج اننا نعمل بيد كامبينز، بحيث اننا نجرانتي ان اللي بيتعلمه في الكورس او اللي بناخده في الكورس بنطبقه عملي لشركتنا، اننا بنعمل بيد كامبين على الفيسبوك ونقيس الكي بي ايز بتاعتها او الترافيك او الانجيجمنت اللي حصلت، او من جوجل ادوردز ونشوف الليدز اللي بتتحقق. يبقى احنا كده نجحنا اننا اللي احنا درسناه او اللي احنا اتعلمناه في التريننج بنطبقه بشكل عملي. برضو زي ما المهندس وليد تفضل، احنا في السيلز اكاديمي ضمن التريننج اننا بيحصل زيارات للشركات بتاعتكو، بحيث اننا بيبقى فيه كوتشنج اون ذا جوب، وبيبقى فيه زيارات للعملاء ان بننزل معاكم للعملاء بتاعكم، بحيث اننا نحاول اننا نحقق اعلى نتائج او اعلى مردود من التريننج. برضو احنا هنتوسع خلال الثلاث سنين الجايين في اللي هي الدورة بتاعت المجلس القادمة، اللي هي زي ما غيرنا السكوب ان هي بقت بيزنس اكاديمي، اننا هنبتدي ناخد تراك للبيزنس اونرز او للسيلز مانجمنت، اللي هي للسيلز اوبجكتيفز، وان هو ازاي يحط التارجتس وازاي يحط سيلز استراتيجي، مش بس تريننج للسيلز بيبل او للسيلز تيم. وبرده الجزء بتاع الاوفرنج وتقديم العروض ودراسه المشروع والكلام ده. احنا بنحاول اننا كل احتياجاتكم اننا نلبيها من خلال المحور ده، فبرضو احنا ويلنج اننا نسمع منكم لو في اي افكار او حاجات نقدر نساعدكم فيها. بالتأكيد احنا بنسعى دائما اننا نوفي للشركات كل احتياجاتها بما يفيد الشركات انها تحقق بيزنس وانها تسستين. برضو زي ما المهندس وليد ما قال، احنا بيبقى عندنا ورق بره البيزنس اكاديمي، عندنا ورش عمل تدريبية بتبقى جرعات مكثفة في توبكس اللي بنحس ان هي الشركات محتاجاها. ففي اي وقت اي شركه محتاجين اي حاجه يا ريت بس يبلغوا الغرفه، واحنا هنشتغل على الكلام ده اننا نوفره لكل الشركات. شكرا وبشكركم.